سمعت عن سالفة أبو مصعب؟ أي سالفة؟ سالفة زوجته اللي صادتها مع وحدة وهدت له البيت، شنو ما سمعتها؟ هاليومين ما أقرأ الجرايد أنا، يعني إحنا أشكوا فيه. كم مرة خنتني؟ أوه بس خلاص لا تجننيني لا تجننيني، ترى مالي خلق مكثر في الأكل، شفتيني شلون خبطت الدنيا على بعض، هني طافح. ممكن تجاوبني؟ بنت الحلال شو أجاوبك عليه؟ يا معبيار يا حبيبتي شو أجاوبك عليه؟ تكفين يعني خنتني؟ استغفر الله استغفر الله، وين جايبه هالسالفة هذه؟ خلاص يا بنت الحلال لا تجنين وتجنني معك. يعني خنتني؟ ماشي يا فارس هين، ما خليك تلف حوالين نفسك، ما اكون انا سلوى. بكس عينك وطلعك وكسر دروسك. اخ بس لو اعرف انت اليومين من قاعده معاه وفار مخك علي. اخ بس